لما بسأل غرفة العمليات انتظار 6 سنوات قادمة ايش بدي اعمل بعدين هيك؟ لما بلاقي اولادي الناس بيموتوا قاعدين مش بيشتغلوا غرفة عمليات ايش بدي اعمل هيك؟ وبالتالي انا حطيت ضريبة تكافل وطني اسمها مش تعالية تكافل وطني عملتها. قلت صحيح. اسمع اقول لك تكافل وطني عملناها. قلت صحيح. علشان مش على السلع وعلى الخدمات وعلى كل خدمة ستؤديها إلى أن يتم التوافق حقيقي على مصلحة الناس. وبالتالي قبلت وخليت ابني يدفع زي الناس 50 قرش كل شهر. قلت له ادفع يابا عشان نحيي وطن. مش عشان نحيي ذاتنا ولا حزبنا. وبالتالي انتم لستوا ولا واحد فيكم متضرر، المتضرر المواطن. لا نحن متضررين يا دكتور. ولذلك سمحت لو سمحت لو سمحت. وبالتالي انا مستعجب انكم قاعدين تتكلموا كانكم انتم متضررين. لا لا مع كل احترام لا، المواطن هو اللي متضرر لو سمحت. لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت هدوء لو سمحت صور شويه هدوء لو سمحت ايش عم تحكي المواطن تكلم عن نفسك انت يا ابو علاء اتكلم عن نفسك انت تجلس هكا تاجر لو سمحت لو سمحت يا استاذ لو سمحت لو سمحت انا جاي اقعد مع تجار وليس مع مواطنين انا مواطنين بعرف اتكلم معهم لا حول ولا قوة الا بالله فينا كنت مواطن على قلة أدب أي كان في واحد لو بيتكلم مع الدكتور عاطف 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 بيشتغل مع أبوك هو عاطف عيب عيب عليك عيب عليك أبو موسى عيب عليك أبو موسى روق يا موسى روق أبو موسى روق يا موسى روق وبعرفك حد انت قلت عاطف بعرف الدكتور عاطف والدكتور عاطف انا شكرته عندي اللي هو الاخ ابو خالد وبعرف ابو خالد ابو موسى لما ربنا خاطب رسول قال محمد رسول الله ايوه ماشي برافو عليك طيب لما ربنا خاطب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا ايها النبي قالوا يا ايها النبي وفي موضع العبوديه قال عبد الله يا اخي يا استاذ كل موضع له يا لكل مقام له مقال يا اخوان مش علمني تهشير لكل مقام له مقال لو سمحت عامل لي ضعف نفس الدقيقه هاشي لو سمحت لو سمحت صل على النبي يا اخوان صل على النبي سجل انت تسجل كلمني مامون ابو شهله اليوم الاثنين الماضي هدوء بس دقيقة لو سمحت هدوء دقيقة لو سمحت أنا معلش والله صلى الله عليه وسلم لو سمحت غرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمحت احترمها وقعد ما تستهزئ احترمها وقعد أنا محترمها أنا بقولك احترمها وقعد أنا محترمها لأن في عارف شعر فصلي لا احترمها من الشرف أن تحضرها أنا بفخر أن أحطها أنا من الشرف أن تحضرها شرف أني أنا أحطها يا اخوان اذا سمحت تكرمت انا الحقيقه بدي منكم الهدوء بدنا احنا نوصل لحل بدنا نطلع بنتيجه احنا بعد كل حرب يا ابو محمد بتطلع لنا مشكله كل حرب بننتهي بانتصار الحمد لله والصمود وصمود شعبنا بتطلع لنا ضريبه او قانون سموه كما شئتم طلعنا بالمشروبات بعد ال 2010 بعد ال 2009 500 شيكل على الطن والشبسي صارت السيارة الكوكا كولا بدل ما تدفع لها 2000 شيكل وكان بالتوافق معاكم ورفضتوا وصلنا ل 500 شيكل على الطن في النهاية إجباري على رقاب التجار صارت السيارة تدفع تقريبا 17500 شيكل سبب انتشار البطالة هو سوء السياسات للحكومة أنا بقول لك كيف اليوم أنا أغلب نهان في مشروبات كولا تجار كولا بقى أجيب سيارة الكولا ب 18 شيكل الصندوق يروح يدي لتبع التوك توك اقسم بالله هيني انا باقسم امام الجميع انه في تجار اشترت تكاتك للموزعين للناس البطاله اللي في الشارع انت فرضت 500 شيكل اصبح الصنف غير قادر على التحمل انه ينتقل من ايد لايد صار دايركت من المستورد للمستهلك انتهى الطبقه اللي في النص اللي بقت تشتغل قضينا عليها تماما في البيبسي في الكوكا كولا وفي الشيبسي
دخلنا في مشروب المي تشعير. هل يعقل يا دكتور 60,000 شيكل تدفع على سيارة مشروب مي تشعير، 1500 شيكل على الطن؟ أيوة أنا بشتغل في نيويورك، أنا مواطن، أنا مواطن، أنا إذا كان حرام جيد أنا مع امنحها تماما ما تدخلهاش بالمرة، لكن ما تجيش تفرض عليها 1500 شيكل بحجة المنتج الوطني. ما عندي منتج وطني مي تشعير. بدي أنا جزمة إلها للمدرسة، هذه 5 شيكل حقي، مش قادر يدفع أقل من 5 شيكل. أنا بقول له يا عم بوزعها جملة 3.5 تبع الفرق بيعطيها بخمسة، لما بقول له بسبعة مش حيقدر يشتريها. فأنا بدي أعرف يعني على أي معايير ضل إنه أنتوا تحطوا 2 شيكل على الجوز، هذه أم 3.5 بدها تتحمل 2 شيكل على الجوز، يعني كلام مش منطقي. حط عليها أدورة أدورتين عفوا، قال حاوي هذه فيها 1240 كرتونة، حط 2 شيكل على الكرتونة 2400 شيكل، يعني بكون ليش مقبول. اما انت تحط لي 120 هذا كلام جنون، يعني انا مش عارف كيف هذا يعني اللي اخترع الله يرضى عليك. حياك الله الله يرضى عليك. لو سمحت مش هتكلم، اقول لي خلاص يا ريت كل واحد يعرف عن حاله مره اخرى وعن القطاع اللي بيمثله وتكون المداخله مركزه وسريعه الله يخليك عشان ناخذ اكبر قدر من المداخلات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا